صباح صباح النور، ازي صباح حضرتك؟ النور، مرحبا صباح حضرتك. الهنا. ودايما في البدايه لما بنستضيف يعني ضيوف او ابطال كمان بنحب نتعرف عليهم اكتر، فخلينا نبدا بيك كابتن محمد، بعد كده رزان برضو نتعرف عليهم. ربنا يخليك يا محمد سكري. انا ده مدرب في الشمس بقالي فتره كبيره، سيدات درجه اولى و2006 الموسم ده. هل كنت لاعب قبل كده كنت كمان؟ لعبت في انديه كتير، بدايه من الشرقيه لان انا اصلا من الزقازيق، فبدات أجدع بالشرقيه. ربنا يخليك، ربنا يسعدك. للشرطه، البورفؤاد، قناه، كذا نادي، لحد ما وصلت في التدريب بقى. دربت في نادي بورفؤاد، ودربت في نادي مركز شباب السادات والشمس. فالشمس احنا كنا درجه اولى، والسنه دي درجه اولى و2006 برضه. فالحمد لله نتائج البنات والسيدات في النادي الحمد لله نتائجها الحمد لله. وش معنى اخترت تتمرن سيدات او تدرب سيدات؟ والله انا بقالي فتره كبيره كنت بدرب ولاد، وبعد كده لما بدربت بنات، الميزه في البنات ان هم بيستوعبوا اكتر. دي شهاده كبيره. لا دي حقيقه فعلا، ان هم مميزين بالاستيعاب بتاعهم كويس، والنتائج معاهم بتبقى مميزه اكتر من الولاد. هاي رزان برضو خلينا نعرف عنك اكتر، وابتديتي لعبه الهوكي تحديدا كام سنه؟ وهي اصلا كومن في سن صغير ولا دايما بنحس ان هي لعبه لكبار السن؟ ممكن لا تكون معلوماتي غلط برضو. فاشرح لنا. لا، الهوكي الاحسن اصلا ان احنا نبتدي من بدري، من واحنا صغيرين. يعني مثلا في اكتر الناس اللعيبه الكبار بداوا مثلا من سن 5 سنين وست سنين الهوكي، من واحنا صغيرين نبداه عادي. بس انا بلعب من وانا عندي 10 سنين، بقالي 8 سنين بلعب هوكي. يعني الاول كنت بلعب رياضات تانية كتير، لعبت باسكت بول ولعبت فولي ولعبت سباحه. بعد كده يعني مثلا وانا عندي 9 سنين كنت محتاجه اغير، كنت بقالي 3 سنين بلعب فولي، فكنت عايزه اشوف رياضه تانية. كنت بلعب انا واختي واولاد خالي، دايما بنشوف رياضه ونفضل فيها مع بعض، فكان غير. فبالصدفه عرفت الهوكي بطريقه يعني غير مباشره، قلت اجرب حاجه جديده، فلما دخلتها بقى كملت فيها. هو الهوكي اي حد بيدخل الهوكي يعني بيكمل. طب ايه اللي جذبك وانت بالفعل خدت تجربه ممارسه رياضات تانية مختلفه؟ اشمعنى الهوكي اللي ظبط معاكي يعني؟ هو الهوكي اي حد بيدخل فيه فعلا بيجري في الدم، زي ما مريم كرامه لما جت هنا قالت نفس الحاجه. هو فعلا اي حد لما بيدخل في الهوكي بيحب جوه والروح اللي فيه. اكتر لعبه فيها تعاون، يعني تحس ان احنا كلنا عائله واحده، اسره واحده، غير ان هي مش لعبه بس مجرد رياضه بتمارسها، لا يعني بنحس بيها بجو الاسره اكتر. اوكي، طب وانت دراسيا في اي مرحله دراسيه، وازاي بتوفقي ما بين المعسكرات والتدريبات والبطولات؟ وما شاء الله كاس منور الدنيا في الفقره معانا اهو. انا في ثانيه ثانوي، يعني انا بحاول ارتب مثلا لو عندي جدول دروس باخد دروس او بروح المدرسه، برتب ايامي للمدرسه في مواعيد، واظبط مع الكابتن طبعا لو في ظروف او حاجه، اقول له مثلا هاجي التمرين متاخره ساعه، او مثلا هحضر النهارده بدري كده، على حسب ظروفي. وطبعا الكابتن بيحترم ده لكل الفرقه يعني. جميل. طيب خليني برضو اروح معاكي اكتر رزان، يعني عرفينا عن، احنا دلوقتي شايفين المفروض ده برضو الفريق بعد، عرفينا عنهم اكتر، والاعمار قريبه من بعض؟ احنا عندنا اصغر واحده 2010، اكبر واحده 2006، احنا مواليد 2005 2006. والفرقه دي كبيره قوي من زمان وهي بتجهز، فرقه عندها روح وكلنا متعاونين. يعني من اول الموسم بدا واحنا خدنا وعد مع الكابتن ان احنا ان شاء الله كل البطولات هناخدها اللي هندخلها، وفعلا كنا قد الوعد ده. وفعلا الفرقه يعني فرقه كبيره وفرقه محترمه، كلنا بنحب بعض. اهم حاجه الروح، يعني الفرقه الناجحه دايما لازم يبقى فيها تعاون طبعا. والروح احنا اتفقنا ان احنا اهم حاجه نسعى، والنتيجه على ربنا في الاخر. ونعم بالله. النادي الشمس طول عمره مشهور برياضه الهوكي، ده حقيقي. اشمعنى الرياضه دي بالذات في تالق لنادي الشمس فيها؟ هو في تالق في العاب كتير، بس الهوكي بالذات، لان وبالاخص البنات، لان شخصيه البنت في النادي هناك مميزه عن الولد كتير، بيلاقوا نفسهم جوه اللعبه. يعني الولاد ممكن عندهم هوايات تانية بعيد عن الرياضه، في ملهيات، لكن البنات ما بيصدقوا لعبه ان هم موجودين فيها باستمرار. يعني اوقات كتير في بنات احنا اللي بنمشيهم من النادي، بنقول لهم لا روحوا ذاكروا بقى كده كتير، لانهم يعني بيحبوا قعده النادي كتير مع اللعبه والرياضه. والهوكي مميز ان لعبه غريبه وفريده، فاللي بيلعب هوكي ده بيبقى مميز في وسط مدرسه، في وسط سيليا. انواع الهوكي صح، يعني مش ده النوع الوحيد اللي احنا بنشوفه ولا النوع الوحيد؟ هو احنا في مصر ما فيش غير الهوكي ده اللي موجود الميداني، وده اللي موجود في مصر. الايس ده مش موجود في مصر، موجود بس قليل، موجود في نوادي كده ما عندناش احنا منها. فدي بتبقى حاجه مميزه. فالنادي هناك الشمس البنات زي ما رزان بتقول، ان في ممكن فعلا معظمهم بدا بالعاب مختلفه، بس لما بيدخل الهوكي بيلاقي نفسه ان انا معايا مضرب ماشي بيه، في اختلاف، في حاجه مميزه. صح.
واللي بيلعب فيها بيبدا فيها من اول سنه تاني سنه خلاص انا مش عارف اسيبها.